أنتم العمود الفقري لنجاح واستدامة هذه المؤسسة، أن نحن أداءنا ووظيفتنا هي خدمة وطن بكل ما أملك من طاقة وعلم ومعرفة وخبرة. 42 سنة الماضية يوم قيام الاتحاد دولتنا كانت وايد تعتمد على النفط، لكن 45 سنة القادمة أنتو وكلنا كشباب بنقوم عليها. كيف يمكنك العمل بذكاء؟ أنا لازم أوازن بين وقتي في العمل ووقتي الخاص، وفي النهاية كله مربوط بالسعادة، لأن الشباب هو قادر على التكيف مع التغيير، العمل من أجل التغيير والعمل من أجل التطوير أيضا. نحن في سباق ليس له نهاية، الكل بيوصل، منو اللي بيوصل قبل؟ نحن بنكون الليدرز ما بنكون الفولورز. شكرا مرة ثانية، شكرا معالي، شكرا.